احنا عايزين نعرف احنا في ناس كمبدا انت اوكي تمام اوكي عايزين نعرف دنيتنا ايه اوكي احنا بنقبض ثروات اوكي تمام زي. الناس اللي بتاخد دي كانت اول الاربعه اللي بتاخدوا النهارده دولتي كانوا هم اللي بينظموا الناس وهم اللي دخلوا بالنيابه عني يشتكوا عني اوكي بتاخدوا ليه ماشي خليك معايا تمام الشك... الحين شوف انت ليك حق بنقول تاخد حقي يا استاذنا اقول لك حاجه عشان بخلص الكلام انا بخلص الكلام اوكي 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 بس ليك حق تاخد حقي احنا بلد غني تمام حق تروح ما حد يتكلم عن اسمك زين بالنسبه للشركه ما جددت الاقامه بالنسبه حق حقوقكم الماليه بلد غانور راح تاخذون حقكم ممكن اقول لك على حاجه اوكي احنا في شهر 10 اشتكينا ما حصلش حاجه اشتكينا في شهر 4 ما فيش شكاوى وصلت هنا الشكاوى رحنا المغفر الجليل وخدنا شكاوى مصور وكتب حد الكلام يا جدعان بعد اذنك رحنا مغفر الجليل عملنا شكاوى وجينا برضه هنا للشؤون هنا ما فيش ولا شكوى من دول وصلت هنا في الشؤون اولا يعني ابي اتكلم من جانبين. الجانب الاول شكرا لرجال الداخليه على هذا الرقي في الطرح، يعني الفيديو كان مبين اذا تشغلون الاخوان طرح راقي، تعامل جدا راقي من الاخوان في وزاره الداخليه قواكم الله يعطيكم العافيه. تعامل الاخ العميد يمكن قاعد يهدي الموضوع وان هذه بلد قانون وتاخذ قانونك، هذا جانب وايد جميل ابي اتكلم فيه. انا هذا الجانب ابي اتكلم فيه جميل جدا يعطيك العافيه. أبي أنتقل للجانب الثاني الآن، وهذه رسالة حق الإخوان في القوى العاملة، والكلام مو جديد، أنا قايلة 20 مرة من قبل. هذيلا كلهم تابعين شركة واحدة وقاعد يقولون لك في فيديو ثاني ما حطيناه اليوم راح أحط لكم إياه باكر، هذيلا مجموعة ناس في شركة واحدة وقدموا شكوى في شهر 4 وقدموا شكوى مخفر، وأنتوا إلى الآن ما أخذت إجراءاتكم مع الشركة. يا جماعة ما يصير. أنا قاعد أقول لك يا أخي هذه الناس عندها حقوق وعندهم إقامات ومحسوبين على شركة، وقال لك الموضوع أن وايد ناس بالفيديو اللي باشر راح يبين لك أن الناس وصلت إلى مرحلة بعض الشركات عشان لا يطالبون في حقوقهم قام يسوي له تغيب بالأونلاين. ليش يقول له تغيب؟ ما يصير. 4 أشهر ممثلهم راتبة تجي تقول له تغيب؟ ما يصير. ما يبي جدد اقامه يا اخي، لا تجدد اقامته بسفره سفره. يبي يمشي هو يبي يروح خله يبي يطلع، بس يا جماعه ما يصير. انتوا الاخوان في القوى العامله انتوا هذا دوركم حاسمون. يا اخي ليش يروح المخفر؟ انتوا افتح قسم شكاوي قلتها 450 مره، افتح قسم الشكاوي قلتوا انت نبي نفتح مكاتب مؤقته في المهبوله، وين هي؟ ما شفناها. هذه الناس قاعد تعتصم اليوم، واكو نفس هذيلا مليون شركه، وامس كانوا معتصمين ايضا اعتصام في حولي هم شركه ثانيه قبل شهر تكلمنا. ليش دائما تبون تطلعون ان صوره الكويت بهالطريقه هذه؟ انتم سبب في هذا الموضوع. ليش؟ احنا بلد قانون، بلد في قانون، الشخص اللي عليه الكفاله يحول لهم معاشاتهم. الان يشتغل ما اشتغل، الشركه اشتغلت ما اشتغلت، ما لي علاقة هذا الموضوع. انت اليوم مثل ما في قانون يحق حق الشخص انه يفنشهم، فنشهم فنشهم كلهم، قول انا ما بيهم، حقك عطهم معاشاتهم 3 أشهر مثل ما احنا ما رضينا على الكويتيين ما رد دعم العمالة الباب الثالث، نفس العملية. يو بعض الناس قال لك لا والله دعم العمالة ما بي. لا اخوي ما تبي، مو صبي يشتغل هو، انت جيت عينت الكويتي عندك يستلم الباب الثالث، ما تبي تعطيه 3 أشهر مالوته. هذا نفس العملية، الموظف موظف تبيه ما تبيه، ما تبي تحول إقامته، هذا كل حقك. رجعوا حقوق الناس. مو معقولة اليوم العمارة تقعد توقف تنطر علشان 5 أشهر مو ماخذين، وباكر راح أوريك الفيديو الثاني. وأنا أتمنى الإخوان في القوى العاملة يطلعون ويانا، أرجوكم هذا الموضوع ما نبي. خلاص يا أخي الشركة مو ملتزمة، الشركة عليها خلاص قوموا بدوركم، اخذوا الشكاوي، تعال يا الشركة، عمي عندي شكوى من 30 واحد، هذول مو مستلمين رواتبهم. لا والله اخوي هذا الكشف مستلمين رواتبهم، شكرا. لا اخوي والله ما استلمنا رواتب، خلاص انتهى. مثل هذه المظاهر احنا ما نقبلها في الكويت ولا نبيها في الكويت. ولا تطلعون الكويت ان احنا والله كلنا تجار بشر، وان احنا لا مو كذي. اذا يطلعون لك كم شركة مو معناته الكويتيين كذي، لا
واحنا حفاظا على سمعة الكويت ما نقبل في هذه المناظر. وباكر راح احط لك الفيديو الثاني. حلو الاخوان، انا تكلمت على موضوع الشواطئ، وتكلمنا قبل كم